جدتنا في صحافة النهاردة بكلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمجتمع المال والمصارف قائلا: إفريقيا أمانة في رقبتكم، والمليار وشوية مواطن أمانة في رقبتكم. وأضاف الرئيس السيسي خلال الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أن الاستقرار والأمن إذا غاب عن الدولة لا يمكن أن نطلب منها أن تتقدم أبدا. معقبا: دولنا فيها استقرار يبقى في أمل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل. وأشار إلى أن القطاع الخاص حتى لو كان من مواطني الدولة إذا لم يكن هناك استقرار لن يقوم بأعمال. معقبا: دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. وأشار إلى أن التكامل ليست إرادة سياسية ولكنه فهم لقدراتنا المشتركة والتكامل مع دول الجوار. معقبا: أنا بحلم لإفريقيا لأنهم ناس يستحقوا يعيشوا في مكان تاني غير المكان الموجودين فيه، وبقول يا رب لو أعطتني مش هسيب دولة إلا لما أساعدها. وأضاف أنه يجب العمل على توفير التمويل اللازم من أجل بنية أساسية تحقق التنمية المطلوبة في أفريقيا، مؤكدا أن تذليل العقبات أمام مشروعات البنية التحتية أهم الأولويات لتحقيق التنمية في أفريقيا. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت نحو 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية لتحقيق أهدافها التنموية وتلبية احتياجات الشعب المصري. دكتور عبد الله، هي يعني مما لا شك انها كلمه هامه جدا. صحيح. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث من القلب، يعني هو اجتماع هام جدا بيضم مجموعه متنوعه من الدول الافريقيه، ونتحدث عن اقتصاد واستثمار وشراكه وتكامل. ولكن خليني اتوقف عند هذه الجمل: دول فيها استقرار يبقى في امل، دول ما فيهاش استقرار يبقى ما فيش امل. كيف رايت هذا الاجتماع الهام والجلسه الحواريه؟ طبعا هي كل ما يتعلق بافريقيا هو هام، لان احنا مش هيحصل اي تقدم غير بان احنا يحصل تكامل في محيطنا الاقليمي الاول. طبعا اهم محيط اقليمي هو العربي والافريقي. طب بالنسبه لافريقيا انا متفق مع سياده الرئيس تماما، لاني تملي بيتربط الاقتصاد بالامن، وهي رسالة لأن ما زالت أفريقيا فيها بقاع كثيرة غير آمنة وفيها مشاكل كثيرة جدا، بداية من القرن الأفريقي، مشاكل في وسط أفريقيا، مشاكل في غرب أفريقيا، شايفين المشاكل اللي في مالي. فربط الاقتصاد بالأمن ده أمر طبيعي جدا، ما هو لا استقرار بدون أمن، ولا أمن ولا استقرار ده معناه أنه لن يكون هناك اقتصاد ولا ثقة للاستثمارات الأجنبية. عشان كده حلم الدولة المصرية من زمان، من أيام الرئيس جمال عبد الناصر، بوجود إفريقيا المتحررة المتكاملة، لأن احنا حتى الآن إفريقيا فيها تكامل بس تكامل جزئي. تلاقي في مجموعات كده زي كوميسا مثلا على سبيل المثال وغيرها من التجمعات المتفرقة. طيب عشان يبقى في تكامل تام شبيه باللي بيحصل في أوروبا، طبعا هو فرق شاسع لأن أوروبا اختنت على حساب إفريقيا أو موارد إفريقيا على وجه التحديد، وآسيا، لأن عندنا الدول الهند والدول المحيطة بها للأسف شديد معظم أوروبا كانت استعمار، طبعا استعمار أفريقيا، وما زال يعني حتى الآن، حتى لما تخلى الاستعمار من الناحية العسكرية بقى في استعمار اقتصادي وربط اقتصادي بمعظم الدول اللي كانت محتلة بعض الدول الأفريقية مربوطة بيها. مظبوط. وحتى اللغة احنا بنشوف كده، يعني احنا مش هنضحك على بعض، في دول كثيرة جدا بنلاقيها هويتها مفقودة، اللغة هي نفس لغة المحتل. وبالتالي حلم سيادة الرئيس بأن يكون هناك إفريقيا المستقرة عشان يبقى في اقتصاد، حلم إفريقيا المستقرة لابد أن يكون هناك بنية تحتية حقيقية. ويعني شوفي حلم سيادة الرئيس مش فقط لمصر، أن يبقى احنا ما شاء الله بدأنا يبقى عندنا بنية تحتية يشيد بيها الدول الكبرى والمؤسسات الدولية الكبرى، الحمد لله يعني، وده مشجع جدا للاستثمارات والشركات. يعني لو كان البيئة العالمية مواتية ومساعدة لان تبقى الدنيا هاديه، كان زماننا شفنا استثمارات وشركات كبيره جدا تستقر في مصر. عشان كده حلم سياده الرئيس للبنيه التحتيه الافريقيه ان يتمنى ان هو يساعد كل الدول. واحنا على فكره بالفعل يعني احنا عندنا سدود بنعملها في تنزانيا وغيرها وفي العديد من الدول. فبالتالي احنا بنتحدث على ان هذه الدوله العظيمه وهي مصر لا تتمنى الخير لنفسها بس، بتتمنى الخير للأشقاء الأفارقة، ودي حاجة طبعا ليست جديدة على مصر ولا على القيادات المصرية منذ أزمنة كثيرة. يعني مظبوط. يعني